السلام عليكم، ازيكم جميعا؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتعرف على الاعراض الجانبيه للادويه اللي هي بتقلل نسبه الدهون الضاره في الدم، سواء الكوليسترول او الدهون الثلاثيه، وهنتعرف ازاي نتغلب على هذه الاعراض الجانبيه، لان في ناس مضطره لتناول هذه الادويه. اهلا وسهلا بكم، معاكم دكتوره ساميه سليم، استشاري طب الاطفال والغدد والسمنه، زميل بكليه الطب بجامعه عين شمس، واستشاري تغذيه علاجيه. من خلال تخصصي في الغدد الصماء والتغذيه، في مجموعتين من الناس مضطرين لتناول هذه الادويه: الناس اللي عندهم هيريديتري هايبر كوليستيروليميا او هيريديتري هايبر ترايجليسيريديميا، اللي هم الناس اللي عندهم خلل جيني بيزود لهم الدهون في الدم، سواء الكوليسترول او الدهون الثلاثيه، وفي الحاله دي بيبقى النظام الغذائي مش كافي لتصليح وعلاج هذه المشكله، فبيبقوا مضطرين لتناول هذه الادويه. ايضا في مجموعه من الناس اللي هي مركبه دعامات، الناس دي ايضا بتبقى محتاجه تمشي على هذه الادويه خوفا من حصول جلطه في القلب او جلطه في الدماغ او سكته قلبيه. عشان كده مهم النهارده نعرف الاعراض الجانبيه دي وازاي نتغلب عليها، ويا ترى ايه افضل نظام غذائي صحي يساعد على تقليل الدهون في الدم، بحيث ان احنا نقلل من هذه الادويه ونقلل من الاعراض الجانبيه بالنسبه لها، ويا ترى ايه افضل مشروبات اللي تساعد على تقليل نسبه الدهون في الدم. اول عرض من هذه الاعراض وهو وهن وضعف وألم في العضلات. ليه بيحصل الكلام ده؟ لأن الأدوية اللي هي بتقلل نسبة الدهون في الدم، مجموعة الاستاتين دي، بتعمل إيه؟ بتعمل ضعف ووهن في العضلات. فلما بتعمل ضعف ووهن في العضلات، العيان بيبقى تعبان جدا وحاسس بألم في العضلات وحاسس بوهن وضعف في العضلات، وده بيختلف نسبته ونسبة ظهور هذه الأعراض على حسب الجرعة اللي ماشي عليها العيان والتركيز الأدوية اللي ماشي عليها العيان والفترة اللي ماشي عليها العيان على هذه الأدوية. المريض ده بيبقى حاسس إن هو ضعيف جدا، مش قادر يقوم يقف، مش قادر يمارس نشاطه اليومي. الحل بالنسبة للناس دول إن احنا نديهم مكملات غذائية بتسمى كوانزيم Q10. الكوانزيم Q10 ده له تركيزات، له تركيز 50 و100 و200. بنبتدي الأول بالجرعة اللي هي 100، ونقلل تدريجيا ل 50، بحيث العيان يبقى ماشي على 50 ميلي جرام كل يوم تحت اشراف الطبيب طبعا، لان كوانزيم Q10 بيدي طاقه لكل خليه من خلايا الجسم منها العضلات. الحاجه الاخرى مهم جدا العيان ده نديله فيتامين دي، ونديله كمان فيتامين K2، لان نقص فيتامين دي بيعمل ايضا الم في العضلات وضعف ووهن في العضلات. عشان كده مهم قوي ندي فيتامين دي وفيتامين K2. ايضا مهم قوي ممارسه الرياضه عشان نقوي العضلات، مع نظام غذائي هتكلم عليه في الاخر ان شاء الله. تاني عرض من الاعراض بيظهر عندي كتير من الناس، وهو ارتفاع سكر الدم. ارتفاع سكر الدم لدرجه ان العيان ممكن يصاب بمرض السكر النوع الثاني، والناس اللي عندها السكر النوع الثاني بيبقى بيحصل لهم خلل في نسبة السكر في الدم، لدرجة بيبقى صعب تثبيط السكر للمرضى اللي هم عندهم مرض السكر النوع الثاني وفي نفس الوقت عندهم ارتفاع في نسبة الدهون في الدم وماشيين على هذه الأدوية. طيب الحل ايه بالنسبة للناس دي؟ الحل بالنسبة للناس دي ان احنا نقلل من السكريات اللي هي بترفع سكر الدم وتؤدي الى مرض السكر الثاني وتؤدي الى عدم ضبط سكر الدم المرضى السكر الثاني. السكريات زي ايه؟ زي الشوكولاتات، معدة الشوكولاتة الغامقة، البسكوتات، الحلويات الشرقية، الجاتوهات، الكيكة، التورتة، المياه الغازية، العصاير، المخبوزات البيضة بالنسبة للعصاير مهم جدا نعرف ان كل انواع العصاير بترفع سكر الدم، حتى العصاير المصنعة في المنزل. العصاير الموجودة في السوبر ماركت سواء البيور او العصاير التانية الغير بيور كلها ايضا بترفع سكر الدم، وده معروف، بالاضافه لان فيها كمان مواد حافظه ومكسبات طعم والوان. والعصاير البيور على الرغم من هي عدم وجود السكر فيها، الا انها ايضا فيها مواد حافظه والوان ومكسبات طعم. العصاير في المنزل ما فيهاش الوان ولا مواد حافظه ولا مكسبات طعم، لكن في نفس الوقت بترفع سكر الدم. ليه؟ لان احنا اول ما بنحول الفاكهه لعصير تدخل الدم تعمل شوتنج كده للبلاد جلوكوز، ترفع كده سكر الدم مره واحده. السكر ده لو ما تحولش لطاقه بيتحول لدهون ثلاثيه في الدم او يرفع سكر الدم، ويؤدي الى ظهور مرض السكر النوع الثاني او عدم ضبط السكر لمريض السكر النوع الثاني. ايضا يفضل تجنب دبس الرمان ودبس العنب وكل الفواكه المجففه. ثالث عرض بيظهر لهذه الادويه وهو ضعف الذاكره والتركيز. ضعف الذاكره والتركيز بيحصل ليه؟ لان دماغنا اساسا اصل تكوينه كله دهون ومحتاج الدهون.
الأدوية اللي هي بتقلل نسبة الكوليسترول في الدم بتشتغل على إنزيم في الكبد يمنع تكوين الدهون من أساسه، فبيحصل نقص في الدهون اللي هي واصلة للدماغ وبتأثر على الذاكرة والتركيز. في البداية المريض بيعاني من ضبابية في الدماغ، بعد كده يبتدي تركيزه يتأثر تدريجيا واحدة واحدة. طيب الحل بالنسبة للناس دول إيه؟ الحل بالنسبة للناس دول إن هما يتناولوا مكملات تساعد على تحسين الذاكرة، زي إيه؟ زي الأوميجا 3، كبسولة في وسط الفطار وكبسولة في وسط العشاء يوميا. أيضا مهم فيتامين إي وفيتامين سي وفيتامين بي والمغنيسيوم، مهم جدا تناول كل هذه المكملات عشان تساعد على تحسين الذاكرة والحماية من هذه الأعراض. بالإضافة طبعا نركز على الدهون المفيدة زي زيت الزيتون والأسماك الدهنية زي السلمون والسردين، مهم أوي نركز على هذه الأغذية وفي نفس الوقت نتناول هذه المكملات عشان نتجنب هذه الأعراض الجانبية لهذه الأدوية. يا ترى إيه أفضل نظام غذائي مهم جدا يحرص عليه مريض ارتفاع نسبة الدهون الضارة في الدم عشان يقلل من الأدوية اللي ماشي عليها ويقلل من تعرضه للأعراض الجانبية؟ أول حاجة المريض كوليسترول المرتفع أو الدهون الثلاثية في الدم يفضل تجنب الأغذية اللي أنا هذكرها. أول نوع من هذه الأغذية يفضل تجنب الوجبات السريعة، يفضل تجنب اللحوم المصنعة، يفضل تجنب الدهون المشبعة زي السمن النبات المهدرج، زي الزيت النبات المهدرج، زي المخبوزات البيضاء المصنوعة بهذه الزيوت. يفضل تجنب أيضا كل ما هو فيه أكياس زي الشيبس وأخواته. يفضل تجنب أنواع من المرق مصنوعة مكعبات، كل ده بيرفع نسبة الدهون الضارة في الدم. أيضا يفضل تجنب كل ما يرفع نسبة السكر في الدم، كما ذكرت أن ارتفاع نسبة السكر بيرفع نسبة الدهون الثلاثية وبيعرض العيان أكتر لمضاعفات الأدوية اللي ماشي عليها اللي هي بتقلل نسبة الدهون في الدم. طيب يا ترى ايه افضل المشروبات اللي تساعد على تحسين نسبة الدهون في الدم وتقليلها بصورة طبيعية؟ هو مشروب واحد هركز عليه وان شاء الله هتناول مشروبات في فيديو اخر، هو مشروب المية بالليمون. نغسل الليمون كويس ونضربه في الخلاط بقشره ونشرب 3 كوبايات يوميا على معدة فاضية، ويفضل ان احنا كل مرة كوباية نعملها طازجة، يعني ده لما بيتركن بيدي طعم مر شوية. مهم ايضا ممارسة الرياضة بانتظام والنوم فترة كافية وتجنب القلق والتوتر على قد ما نقدر. الخلاصة ايه؟ خلاصة مهم جدا نعرف ان الأدوية اللي بتقلل نسبة الكوليسترول الضار والدهون الضارة في الدم كلها ليها أعراض جانبية، ومنها أعراض جانبية مستديمة ودائمة زي اللي أنا ذكرتها النهاردة. عشان كده مهم جدا نمشي على نظام غذائي صحي ونتجنب ما ذكرته ونركز على الأغذية المفيدة. ومهم أيضا نركز على طبق السلطة الخضراء. طبق السلطة الخضراء اللي هو فيه 7 ألوان مضاف ليه زيت زيتون وليمون، ده مهم جدا للمرضى الدهون في الدم ومهم جدا لينا كلنا. مهم أيضا ندخل على الأكل بالطريقة اللي أنا ذكرتها سابقا، نبتدي الأول بطبق الشوربة، بعد كده السلطة الخضراء، بعد كده الخضروات المطهية موجودة في الوجبة، بعد كده البروتين، آخر حاجة النشويات. ده حجم النشويات اللي ممكن تتحول لسكريات وترفع سكر الدم وتزود من الأعراض الجانبية لهذه الأدوية، وفي نفس الوقت تزود الدهون الثلاثية في الدم. مع تمنياتي بالصحة والعافية للجميع، والسلام عليكم.